أنا يعني أنا مقتنعة أو مؤمنة إن كل عمل إبداعي لازم يكون عنده تاريخ، وما في أكبر من التاريخ حق روتانا. يمكن إحنا مكتبتنا اللي تسعى تقريبا 2100 فيلم مرممين بالكامل، وما كانت صدقني شيء سهل إن أنت ترمم أفلام 35 فيها صوت خربان واللون خربان ومشاهد ما هي صالحة. اتوزنت يعني ما كان الشيء السهل، لكن هذا أعطانا خبرة وأعطانا دراية بأمور كثيرة في الإنتاج والحفظ وحفظ المواد. ولكن روتانا الحين تنتقل لمرحلة جديدة تماما. روتانا الآن إن شاء الله بإذن الله 25، وإنتوا التيم حق روتانا حتشوفوا روتانا في أبهى شكل لها بإذن الله. مو معناها إن هي، ولكن للأسف قبل كان يعني الإمبريشن أو الانطباع عن روتانا إن هي قديمة كلاسيك. لا، روتانا ما هي كلاسيك، وأعطوا بس الإدارة إن شاء الله بإذن الله الجديدة مو أقل من 6 شهور وحتشوفوا شيء بإذن الله يصير. في أشياء كثيرة جاية وبإذن الله يكون لنا بصمة طبعا مع الدولة والمجهودات حقت الدولة في صناعة المحتوى وصناعة المجال كله، صناعة السينما، وبمجهوداتكم كلكم. وأنا شاكرة طبعا التيم حق تي في والتيم حق استوديو طبعا. الله يسعدك.